بمشاركة مجموعة من المهندسين، أقام فرع نقابة المهندسين في اللاذقية معرضهم الثاني للفنون التطبيقية بعنوان الأيادي ذهب ضمن صالة النقابة. هذا المعرض جاء استجابة لرغبة زملائنا المهندسين الفنانين أصحاب الشغف بالأعمال اليدوية، ونحن كنقابة دورنا نضيء على أعمالهم ونتيح أمامهم الفرصة لكي يعبروا عن أنفسهم أمام المجتمع وأمام الوسط الهندسي وأمام الإعلام أيضا. شاركة بصناعة الدمى من الكروشيه، فن الأميجرومي اسمه. طبعا تجربة حلوة كتير، يعني منعرف الناس على مواهبنا، منتواصل مع بعض كمهندسين أكتر، نتواصل مع الناس. فعالية حلوة كتير ومفيدة. هواية حلوة ومسلية وممتعة ومفيدة، تفيد أنت بتزين بيتك، بتزين ممكن تهدي منه، ممكن إذا صار كمان تبيع منه. فهي هي الهواية الحلوة اللي نحن اللي انا مثلا بمارسها. شغلي بيعتمد انه بشتغل ديزاينات على الفوتوشوب، بحب تكون واضحه وملموسه بشكل فني، فحيث بحاول اظهرها بالكفرات الموبايل تبعي. كفرات الموبايل بتعرف كل شخص انه عدو موبايل بحب يكون له كفر خاص فيه، بيعبر عن صوره، عن كلمه، عن شيء معين. كمان في طباعه على الماجات، كمان بشتغل تصاميم على الفوتوشوب كمان، وبحاول كمان اطبع على الماجات تكون واضحه، وكمان في طباعه على الاقمشه. شاركت بمجموعه اللوحات اللي هي عباره عن 3 لوحات من الكائنات البحريه. عندي هون لوحه عباره عن بسكليت، طبعا البسكليت دائما بتعبر عن السعاده. عندي هون لوحه الزهره اللي طالع منها زهرتين، منها بتعبر عن انك تكون غير تقليدي وتطلع من حالك. يعني عندي هون بين الريشة والفيل والحصان اللي بيعبر عن التراث. طبعا هذا الفن بتشوفه لوحة حلوة، حلوة تنوجد بكل بيت. معرض حلو كتير يعني، ومبين انه في جهد من هالمهندسات الزميلات، يعطيهم الف عافية. ويعني متنوع الشغل، متنوع ومنيح يعني بهالظروف الصعبة انه عم يلاقوا وقت فراغ. اتمنى ان يكون معرض دائم، معرض دائم وثابت متجدد بتجدد الافكار. المعرض تنوعت أعماله بين اليدوية والفنية التي شكلت نافذة لاكتشاف الجانب الإبداعي والفني لدى مهندسين امتلكوا مهارة عالية وإحساسا مرهفا طبع أعمالهم.